اوكي هسه عندنا ثيرمال ستريس حكينا سابقا على التراس، بس ايش قلنا؟ قلنا بالبيم شويه الامور تختلف. اوكي شلون؟ بالبيم عاده عندنا البيم بي ديبث، اوكي سواء بيم هو هذا ستيل بيم كونكريت اي بيم، هسه مثلا هذا سمبلي سبورتد بيم. بالصيف خلي لك شوف لك فتصبة برا بالشارع بس مرفوع عن الارض، اوكي فشويه خلينا نقول يعني تلامسها للارض، خلينا نقول يعني اكو فت فراغ، خليها فت كم ساعه بالشمس، تجي تشوف هاي الصبه تجيسها من فوق حاره تشوي بالصيف، خلينا نقول الظهر من جوه تشوي جوز بس الحراره اكيد اقل. ليش؟ لانه الحراره حتفقد جزء من قيمتها اثناء الثيكنس. ليش؟ لانه هذا بي معامل لتمدد الحراره، يعني ثيرمال اكسبانشن، فالف قيمه، اوكي فالسترين حيكون مختلف من فوق ومن جوا، يعني دلتا تي توب تختلف عن دلتا تي بوتوم، اوكي الا اذا انا معرض جهتين لنفس مصدر الحراره لنفس الشده فحيكون ممكن الستريسز او الحراره العفو قيمتها متساويه، بس عاده اكو فرق. بالتراس ما كانت عندنا هاي المشكله، كان ليش؟ لان هو التراس عاده المنبر هو الكروس سكشن مالته صغير، قطره مثلا سنتيم سنتيمين 3 سنتيمات، اوكي هنا لا عاده البيم عندنا يكون اكبر. زين شلون اتعامل ويا هذه؟ اول شيء لازم يعني اشوف فد ساين كونفنشن يعني انه على مود نتفق عليها بحيث نعرف الاشاير. حنعتمد نفس السيستم مالتنا مال الاشاير، اذا البيم حيكون الديفلكشن مالته هالشكل اوكي للاسفل كانما بيم عليه يونيفورم لود، شلون الديفلكشن مالته هالشكل، هذا موجب على مود نمشي نفس السياق، واذا صار بي تحدب لفوق هذا معناته نيجاتيف. فمن يصير تحدب شلون شنو سبب التحدب؟ لما دلتا تي توب اكبر من دلتا تي بوتوم، اوكي حيصير تحدب، ولما دلتا تي بوتوم اكبر من دلتا تي توب حيصير تقعر. او بمعنى اسهل عمود واحد تبقى بباله، وين الحراره العاليه البيم ينعوج باتجاه، يصير بي ديفلكشن باتجاه، اذا جزء هذا الفوق التوب هو الحار اكثر الدرجه حراره تبي اعلى حيروح باتجاه البيم حيتقوس لفوق، اذا البوتوم اعلى حيتقوس للاسفل باتجاه، اوكي هذا الموجب. زين كقانون هذا مجرد اشتقاق من عنده، شلون مشتقين؟ ماخذين كروس سكشن هذا البيم ماخذين دنباع بال ماخذين مقطع ودنباع هذا الدبث مالته، اوكي ف هذا المنبر الفوق شنو؟ الجزء الفوق هو الفا دلتا تي في الطول اللي هو قيمته دي اكس، ماخذين في الشريحة قيمتها دي اكس، بوتوم الفا دلتا تي بوتوم في الدي اكس، بما انه هاي اعلى اوكي خلينا نفرض هاي اعلى فصاير سترين بها اعلى، هذا سترين دايجرام عادة يكون لينير التغير مالته، هذا سترين اعلى، هاي الزاوية مالتها دلت دي ثيتا، هاي الزاوية ايضا دي ثيتا نفس الميلان، اوكي فاخذ تشابه مثلثات فالدي ثيتا حتكون تساوي ان هذه الفا دلتا تي بوتوم ناقص التوب على دي، اوكي اطلع عامل مشترك وانقل وكذا دي ثيتا اور دي اكس حتساوي ان هذه دي ثيتا مشتقه الروتيشن، دي ثيتا هي الروتيشن اوفر دي اكس، هي شنو؟ هو الكيرفيتشر، مر علينا سابقا هذا الموضوع، كيرفيتشر مزنا لها كي بس لنخبط بين الكي كيرفتشر والكي ستيفنس، احيانا بعض الكتب تسميها في او فاي الكيرفتشر، او احيانا تسميها بساي ما مهم، المهم الكيرفتشر هي شنو؟ هي ام اوفر اي اي، شيل الكي خلي بس ام اوفر اي اي، احفظها دائما الكيرفتشر هي ام اوفر اي اي المومنت اوفر اي اي. زين تساوي لنا هذا القانون حنحتاجه من ريد الحل، اوكي زين الدلتا نتيجة هذا الحرارة الكابيتال دلتا شلون اوجدها؟ اوكي اخذ انتجريشن سمول ام، اوكي مومنت
في الكي اللي هي شنو هي الكي اللي هي الكيرفتشر اللي هي ام اوفر اي اي تساوي لنا هذا في الدي اكس. اوكي زين نجي على هذا المثال. عندي هذا البيم اوكي ستاتيك لينك تيرمز فيرست ديجري هنا عندي 2 1 1 الثيكنس مالته 0.5 متر يعني نص متر 50 سنتيم اوكي وطوله منها 10 هذا السبان وهذا السبان 10 دلتا تي توب ناقص 20 دلتا تي بوتوم زائد 20 اوكي هذا الحراره زين فشلون اوجد الحل مالته نفس الكومباتيبلتي كويشن دلتا تي زائد سمول دلتا يساوي لنا صفر زين الدلتا تي شلون حوجدها هذه اللي هي هذه اللي هي ام في الكي دي اكس المومنت اوجده اشيل هذا السبورت اخلي اكس واوجد المومنت دايجرام وشلون اسوي جدول او احل المومنت اريا مثل ما شرحنا سابقا خلينا نقول السهولة تسوي جدول منبر هذا اوريجين هنا توجد قيمة السمول ام طبعا ما نحكي كابيتال ام ليش ماكو كابيتال ام ايش قد قيمة كابيتال ام لان ما عندي اكسترنال لود ما عندي لا كوست ريتد لا يونيفورم بس حرارة اذا اضيف كابيتال ام لازم عندي فد لود هنا حضيف فد بيم ثاني اللي هو تحت تأثير الاكسترنال لود فقط زين واوجد من عند الدلتا وحله من منعزل عن هذا وبالاخير اجمعهم هذه ويا ام الاكسترنال لود بس انا ما عندي اكسترنال لود هسه حاليا زين هذا شو يصير ام في الكي فلازم اوجد الكي الكي شلون اوجدها من هذا القانون الفا اوفر دي الفا خلينا نقول معطات الديبث معطى 500 مليم او نص متر اوكي الفرق الحراره لازم هي اشارتها البوتوم ايش قد قلنا زائد 20 زائد 20 ناقصا التوب ايش قد ناقص 20 ناقص 20 ناقص ناقص حتى تجمع تصير 40 اوجد ناتجها زين هذا يدخلهم بالتكامل بس اضربها بالمومنت اللي هو منبر هذا زائد منبر حاله حال المثال السابق شلون اوجد قيمه هذه الاكس 1 زين سمول دلتا اوجدناها مال هالي هيك مثال نقول حليناها وجدناها سمول دلتا نفس الطريقه السابقه فايش راح يكون كابيتال دلتا زائد سمول دلتا تساوي لنا صفر اوكي فهذه الكابيتال دلتا زائد سمول دلتا في x1 لا ننسى سمول دلتا دائما تضرب x1 تساوي صفر نوجد قيمه x1 فمختصر مفيد نفس الطريقه السابقه ولكن مجرد القانون هالمره به كيرفيتشر الكيرفيتشر شلون نوجده من هذا القانون تحفظه هذا ما اعطيك اياه القانون هذا تحفظه اللي هو جدا بسيط اوكي هذا تاثير الحراره اذا عندي بيم ليش راح يكون عندي فرق حراره من فوق والاسفل مختلف بالتراس القانون مختلف شوي ابسط الامور تاخذ هذا القانون الدلتا تساوي لنا الفا دلتا تي في الطول طول المنبر ليش لانه هناك بالتوب والبوتوم للسكشن هي نفس الحراره اوكي ناخذ هذا المثال الثاني عندي foundation settlement find the reaction due to the settlement of the support B by an amount of delta عندي هذا propped cantilever شو نسمي هذا propped cantilever اللي هو كان cantilever بس بي عندي منه roller support طوله L بيقول هاي النقطة B تنزل settlement foundation settlement قيمتها delta S شو أنا أوجدها أحل السؤال قلنا الكابيتال دلتا زائد سمول دلتا يساوي لنا دلتا اس هاي الكومباتيبلتي ايكويشن على شرط ان الدلتا اس وين اتجاهها للاسفل لان احنا نقولها من هنا اوكي ايش يصير سالب العفو من هنا سالب تنقل موجب بس هالمره ايش سويتها ما فرضتها بشكل يعني لي جو العفو على شرط انه ايضا شنو اكس 1 ايش كانت للاعلى اذا عكس الاكس 1 معناته الاشاره مالتها تنعكس فحنكون ايش راح نكون الكابيتال دلتا اللي تخص اكسترنال لود ايش قد قيمتها ما عندي اكسترنال لود قيمتها صفر هذا قيمتها صفر سمول دلتا شلون اوجدها نفس المبدا هذا مال كابيتال دلتا ما عندي يونيفورم صفر سمول دلتا ايش اسوي اعوض هنا اكس 1 فاني اذا تعالت نفرضها لي فوق اذا فرضناها لي فوق الاكس 1 فهذا حتكون ماينس اذا فرضناها لي جوا حتكون بلس هنا فرضناها للأسفل بهذا الاتجاه
هذه فرضية ما تفرق، بس المهم لازم يعني توحدها. إذا للأسفل مثلا موجب للأعلى سالب، فأنا أفضل تمشون مثل ما إحنا دا نمشي على مود لا يصير اختلاف بين طالب وطالب. زين، سمول دلتا شلون أوجدها؟ نفس المبدأ السابق، عندي طول هذا المنبر ورجيم مالته هنا السمول أم كذا، وهاوجدها أسوي تكامل انتجريشن بسيط لأن هو قطعة واحدة. أجي أطبق القانون، كابيتال دلتا اللي هو صفر زائد سمول دلتا اللي هو هذا يساوي شنو؟ دلتا اس اللي هو انا اعطيك اياها بالسؤال، مفروض نعطيك 5 ملي، فتكتب زائدين 0.005 او 5 ملي، فاكس وين راح يصير؟ هذا في هذا على هذا، مجرد حل بسيط. الفكره وين؟ عوضنا بدل الصفر كنا نخلي صفر، بدل الصفر نخلي قيمه الدلتا اس. زين، مثال ثاني، هذا المثال find the reaction at support b، اوجد لي الرياكشن بسبورت b. هذا ايضا بروبت كانتيفر، بس هنا انا عندي شنو؟ سبرينج، اوكي، وعليه ينفر لود قيمته دبليو. اوكي، شلون حبسطه؟ اخذ اول شيء كانتيفر عليه ينفر لود، هذا شيء يولد لي كابيتال دلتا. اوكي، بعد اخذ هذا كانما رولر كانت عندي، فحيكون عندي فورس منها قيمته اكس 1 بالسبرينج، اوكي، لان هذا قلنا يتحمل قوه قيمتها اكس 1، عم يوجد سمول دلتا. الفرق الوحيد وين بعد؟ ادخل تاثير ستيفنس مع السبرينج اللي ايش قلنا؟ قيمه الكي اكس 1 اوفر العفو الدلتا مال السبرينج هي اكس 1 اوفر كي على ستيفنس.